السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي الصغار، طلاب روضة الياسمين الخاصة مع مادة العلوم الشرعية. الأهداف السلوكية: أن يتعرف الأطفال على سورة الفجر الآيات من 11 إلى 20. ثانيا، أن يتعلم الأطفال الأذكار. ثالثا، الحديث الشريف. رابعا، آداب الطعام. الآن نستكمل سورة الفجر. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. تفسير سورة الفجر: هؤلاء المذكورون عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد وأكثروا الفساد، فانتقم الله منهم وعذبهم. يا أحبائي، إن الله لبالمرصاد لمن عصاه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يذكر الله عز وجل طبيعة الإنسان الكافر. إذا ما اختبره ربه بأن منحه المال الكثير وأصبح قويا فيقول على سبيل التباهي والتفاخر: ربي أعطاني ذلك لأني أستحق هذه النعم. وأما إذا اختبره ربه وامتحنه فحرمه من بعض النعم وضيق الرزق عليه فيقول: ربي أذلني بالفقر. كلا، ولكن الغنى والفقر امتحان من الله عز وجل. وأنتم أيها الكفار لا تكرمون اليتيم، وهذا فعل قبيح، ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين والمحتاج. وكذلك تأخذون أموال اليتامى، المال الذي يتركه أبوهم عندما يموت،
تسرقونه وتأخذونه دون حق، إنكم تحبون المال حبا كبيرا، يجعلكم لا تفكرون في شيء غير جمع الأموال. هذه كلها صفات قبيحة وسيئة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. هيا بنا لنتعلم الأثقال يا أحبائي، فالأثقال لها فوائد كثيرة، بها يرضى الله عنا، وفيها زيادة للإيمان، كما إننا عندما نذكر الله في الدنيا يذكرنا في الملأ الأعلى أي في السماء، فذكر الله يجلب الراحة للقلب والطمأنينة ويبعد عنا الشيطان ويحفظنا من كل سوء. فعندما يأتي الصباح نقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هيا رددوا معي: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. ومع ذكر آخر: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والآن وقت الحديث الشريف. كما تعلمنا أحبائي أن القرآن كلام الله عز وجل، أما الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحبائي، يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا بد أن نسمي الله قبل الطعام، وأن نأكل بيدنا اليمنى، وأن نأكل مما يلينا. من آداب الطعام: لابد يا أحبائي أن نعرض المساعدة قبل الجلوس على المائدة، سواء كنت في منزلك الخاص أو مدعو في منزل شخص ما، تصرفك سيعكس صورة جميلة عن شخصيتك وأخلاقك، فلابد أن نساعد الآخرين. غسل اليدين قبل الأكل حتى نحمي أنفسنا من التلوث والأمراض. لا تنسوا أحبائي قولوا بسم الله قبل الأكل. الأكل باليد اليمنى، ارفعوا يدك اليمنى أحبائي. الأكل مما يلي: لابد يا أحبائي أن نأكل من أمامنا، ليس من أمام غيرنا. لا نعيب طعام قط إن أحببناه أكلناه، وإلا تركناه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحبائي، عندما نحب شيء نأكله، وإذ لم نحبه لا نعيب فيه، لا نقول أنا أكرهه، أنا لا أحبه. عدم النفخ في الطعام الساخن،
فإنه يسبب لنا أضرار كثيرة. غسل اليدين والأسنان بعد الأكل جيداً حتى لا تصاب أسناننا بالتسوس. مع السلامة أحبائي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.